بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الثانوية العامة، اسمح لي، معايا اتصال تليفوني، استقبل المكالمة. ألو، ألو، أيوه، السلام عليكم. وعليكم السلام، مين معايا؟ علا من الجيزة. أهلا بيك يا علا، أهلا بحضرتك. اتفضلي، معاك الدكتور. ازيك يا مستر؟ أهلا بيك يا علا. ازي حضرتك؟ أنا عاوز ربنا حاجة. طيب، كل عام ربنا وأنت طيبة يعزك، يا علا. كل عام أنت بخير. الله يخليك. لك سؤال يا علا، هو مش سؤال، هو كتير. يعني أنت في القسم العلمي أم الأدبي؟ لعل علوم. علم علوم، يعني أنت هتذاكري معانا. طيب، يعني إن شاء الله سهرة حلوة. طيب، حتى نتلقاها على مراحل، يعني حتى تبقى من الأحسن. هاتي أهم الأسئلة يا علا. هو مكتوب ضاع من الفعل أخذ اسم هيئة ضاع ما من الفعل أخذ أخذ اسم هيئة. اسم هيئة، ده في نماذج الوزارة، ده اسم هيئة. هو أنا عارفة إن هو هيبقى أخذة، بس مش لا، عارفة مش أخذة، إخذة، أيوة الهمزة ليه إخذة تحت. يعني. هتقولي إيه؟ أخذت إخذة. الكرة أو اللعبة إخذة. القاعدة بتاعتها إيه؟ إن الفعل لو كان يبقى المصدر هيعمل منه، فعلا. لا، الفعل لو كان المصدر منه لا ينتهي بتاء تأنيث، فنأتي باسم الهيئة منه على وزن فعله، فأخذ مصدره أخذا، فلا ينتهي بتاء تأنيث، فنقول إخذه. لكن لو اسم مرة من أخذ أخذة واحدة. أقول لا، أخذه، أخذة واحدة. لا، ما أقولش واحدة، هتاخدي الدرجة لا شيء كده. طب ما هو مش المفروض لما لا، تقولي مش بس المفروض، انت عارفة ليه؟ ليه؟ امتى اجيب كلمة واحدة؟ لما يكون مصدر الفعل منتهي بتاء تأنيث. هل مصدر الفعل اخذ انتهى بتاء تأنيث؟ لا. لا، يبقى اقول اخذ بس، بس احط فتحة على الايه؟ على الهمزة. الهمزة. لكن اسم الهيئة احط كسرة تحت الهمزة على وزن فعلة. على وزن تمام. فعل. الله ينور عليك. لكن انا لو عندي رحمة يا علا، هاتيلي مصدرها كده، رحمة، صح كده؟ طيب كده أنا هتلخبط، هي يا ترى رحمة دي مصدر ولا اسم مرة ولا طبعا اسم هيئة تبقى رحمة. يقول لك عشان تفرقي خليها مع اسم المرة، بين المصدر وبين اسم المرة هاتي كلمة إيه؟ واحدة، فأقول رحمة واحدة. زي كلمة أنارة التي جاءت في امتحان العام الماضي مصدرها إنارة، واحدة. فلازم أجيب كلمة واحدة. ليه بقى؟ عشان في تاء تأنيث في الآخر يا علا. لكن اسم الهيئة لا يأتي من غير الثلاثي، لكن اسم المرة يأتي من غير الثلاثي. طب افرض ان انا عايز اجيب من رحمة اسم هيئة، اقول رحمة واحدة؟ لا، اقول رحمة، اجيب كلمة غير واحدة بقى، او صفة بكلمة غير واحدة، رحمة واسعة، او اجيب وراها مضاف اليه، اقول رحمة العظيم او رحمة القدير. سؤال اخر يا علا. في القصة مكتوب ما الحقيقة التي اكتشفها الصبي بعد أخيه؟ ما الحقيقة التي اكتشفها الصبي بعد موت أخيه؟ هو اكتشف حقيقة، وهي أن الحياة لا تسير على وتيرة واحدة. الحياة لا تسير على وتيرة واحدة، كما تضحك بعض الناس فإنها تبكي الآخرين، ها؟ وأن متاع الحياة زائل، فكان أخوه يعني مصدر سعادة عند الأسرة كلها، عند الأسرة كلها. لكنه عندما مات ارتسمت علامات الحزن على الجميع، فالباقي هو الله وحده. سؤال آخر. هو نفس السؤال بس مطلوب بعد مكتوب على الملاضي. نعم، مكتوب ما الحقيقة التي اكتشفها الصبي بس المرة دي بعد موت أخته مش أخيه. أن الحياة
برضو هي قريبة منها، يعني بس كما هي اللي تكون وديها مرة عند البعض فإنها تحلو عند الآخرين، يعني عدم سير الحياة على وتيرة واحدة. لكنه في المرة الثانية عندما مات أخوه الحزن قد تعمق في النفوس. أخته الصغرى ماتت بمرض الحمى، ويعني كانت يعني محبوبة من إخوتها ومحبوبة من أمها وأبيها، ولكن الحب كان أشد لأخيه فتى الطب. عندي سؤال تاني في النحو، تفضلي. مضايقات نعم، عايزة تخليها بعدين يعني معربة بعلامة فرعية؟ اه، هتقولي إن مضايقات الحياة كثيرة. اعربها لي كده يا علا. كده هتبقى جمع تأنيث وبعد كده بالكسرة. تقصدي تقولي جمع مؤنث جمع سالم. مؤنث هتبقى بالكسرة. اه، يبقى اسم إن منصوب وعلامة النصب الكسرة، لأنها جمع مؤنث سالم، والحياة مضاف إليه مجرور وعلامة الجر الكثرة، وكلمة كثيرة خبر إن مرفوع وعلامة الرفع الضمة. سؤال آخر يا علا. هو مكتوب عالم القناة بالنسبة للصبي. عالم القناة بالنسبة للصبي. هو أنا محتارة بين إجابتين، هو مديني اختيارات: طب هات الاختيارات. عالم واقعي، عالم واقعي، عالم من نسج خياله، عالم من نسج خياله، قصص كتبها المؤلفون، قصص كتبها المؤلفون، خرافات وأساطير قرأ عنها، خرافات وإيه؟ وأساطير وأساطير قرأ عنها. قرأ عنها. طب انت هتستبعدي كده قصص كتبها أيوة المؤلفون، ما استبعدتش دي، أنا اخترت بين وهتستبعدي خرافات وأساطير قرأ أنا عنها. اخترت بين عالم واقعي وعالم من نسج خياله. طيب انا هقول لك على حاجة، هو عالم واقعي عالم القناة ها، ولا عالم من نسج خياله؟ هو عالم من نسج خياله، بس هو كان فاكره ان هو واقعي. اصل عايز اقول لك على حاجة، هو يعني غاب عنه أشياء بالنسبة للقناة، عالم القناة بالنسبة له يعني الخيال هو اللي رسم له، لأنه لم يكن مبصرا حقيقة هذه القناة، فلم يكن يعلم أن عرضها ضئيل. ما هو لو واقعي يبقى يشاهده عيانا، ها تمام كده. لكن هو العالم ده هو بالنسبة للصبي هو مفكر ان هو ايه واقع، ولكنه لم يكن ايه كذلك ها، فقد هو تخيل هذا العالم بأنه مملوء يعني معلش في التعبير، اما يقول لك في مسحورون سحرهم الجن يبقى ده واقعي ها. لا طب التماسيح ولا الاسماك هتبتلع الناس ابتلاعا ها، لا برضه. دي حقيقة؟ هو في اسماك وفي تماسيح بس ما فيش مسحورون، وان كان في اسماك وتماسيح ما ما بتبلعش بتبلعش حد، الناس. يبقى ده خياله بقى اللي ده يعني. حتى ساعات يقول لك الطفل ده خياله واسع، صح كده؟ يبقى انت استقريت عند عالم من نسج عالم من خياله. نسج خياله. طيب هاتي لي ايه سؤال سؤال تاني اخر. في البلاغة، بلاغه هو في الشاعرة روحية القليني أيهما اسمها أجمل؟ روحية القليني بعد اذنك. روحية القليني روحية أيهما أجمل؟ إذا ما القليني. مس صبر العين أم إذا ما مس العين صبر لا ولماذا؟ لا، واحدة واحدة كده عشان أسمع معاك يا علا. أيهما أجمل؟ أيهما أجمل؟ إذا ما مس صبر العين، إذا ما إيه؟ ما مس ها؟ صبر العين، صبر شبر شبر شبر. آه بس هي مكتوبة صبر يعني شبر ماشي. العين، العين أم إذا ما مس العين صبر. إذا ما مس لعين شبر، صح كده؟ ولماذا؟ هقولك على حاجة، اللي فيه تقديم وتأخير فين؟ التاني ولا الأول؟ العين والصبر. صح؟ يبقى تقديم وتأخير، قدم لي الجر والمجرور على الفاعل بتاع مس،
يبقى الثاني هو الأجمل، وذلك لأنه قدم فيه وأخر، ها؟ فقد قدم الجار والمجرور اللي هو العين على الفاعل وهو كلمة شبر، وذلك يؤكد المعنى ويخصصه. تمام. ده جه في نموذج من نماذج السنة اللي فاتت، من نماذج العام الماضي، تروحية القليلي. ها؟ في سؤال تاني في قيم إنسانية. قيم إنسانية. أمال أنت كنت فين من زمان يا علا؟ أنا كنت بتكلم مع حضرتك كل حد، بس أنا ما كنتش بطلت، بس السنة دي عشان يعني دلوقتي عشان حليت البوكليت كله وكتاب المدرسة. لا لازم تتصلي بقى عشان ما عادش إلا كذا و30 يوم خلاص. صح ولا لا؟ وبتتابعينا في التلفاز؟ مصيبتك مع مستر صلاح ان شاء الله رب العالمين. بس احنا كده امتحان السودان الاذاعه التعليميه الاول، يعني طيب. امتحان السودان اللي احنا يعني ان شاء الله كده نجيبه ايه، ما تخلص الاسئله بتاعتك يعني كده ايه، ممكن يجي لك منه حاجه السنه دي ان شاء الله. وبعدين احنا علم علوم دي يعني ما ينفعش يفلت منك حاجه في اللغه العربيه. مش عارف انت بتذاكري ازاي بقى، ولا في حاجات صعبة بتقف قدامك، يبقى المفروض تسألنا كل يوم حد كده. بس تخلي بالك، وينصت ابناؤنا ان الحلقة هتبقى الساعة 10:10 في رمضان، خلي بالك. كل مرة؟ على مدار شهر رمضان 10:10 عشان يعني عايز اقولك ايه، افطري ويعني استريحي كده وايه، ونظم امورك عشان 10:10 تبقي فايقه بقى. ها؟ وتحضري لنا اسئله كتير كده نجاوب. ما في كتير بس حسكم بتجاوبوا. نعم؟ في كتير بس حضرتك تجاوبوا. هجاوبه؟ لا بس بعد الامتحان. بعد الامتحان يعني ايه؟ مش حضرتك هتمتحن السودان دلوقتي؟ لا ده امتحان السودان، يعني هنعرض الاسئله بتاع امتحان السودان لان هم خلصوا الامتحان بتاعهم، ونشوف الاسئله ونجاوب عليها. يعني هو حضرتك دلوقتي هتحل السودان؟ هحل السودان، بس يعني احنا عايزين نريحك يعني نريحك من الهم الاسئله اللي عندك ده. قيم انسانيه، انت عندك ايه سؤال في قيم انسانيه؟ جمله اذا حرره من السلك، اذ حرره من السلك، علاقتها بالقبلها؟ لا افادت حرره من الشرك. افادت الاستدراك والتعقيب. ايه؟ الاستدراك والتعقيب. الاستدراك والتعقيب، ولا التنويع والتكثير، ولا التنويع وايه والتكثير، والتكثير، ولا التفسير والتعليل. لا التفسير والتعليل قبل ما تقول الأخيرة حتى، لأن إذ تبين السبب لأنه حرره من الشرك. عايزة تعرف إن إذ تعليلية هتشيلها وتجيب لأن، وتربط اللي قبلها باللي بعدها. طيب سؤال آخر يا علا. هو في الأدب. الأدب. قال حافظ إبراهيم. قال حافظ إبراهيم. تعمدت قتلي في الهوى وتعمدا. أنت عايز الغرض؟ اللي هو لما سوي يرد عليه. الغزل. الغزل؟ امتحان السنة اللي نموذج من نماذج السنة اللي فاتت. طب السؤال الأخير بقى في القصة. القصة. القصة المقررة عليك اسمها ايه؟ ايه؟ القصة المقررة عليك. طه حسين. لا مش طه حسين. الأيام. أيوه. المؤلف هو هي طه حسين، لكن هي اسمها الأيام. الأيام. ها؟ ماشي. طب قال ايه؟ صور الانتساب للأزهر. صور الانتساب للأزهر. أثار في نفس الصبي الإصفاق. أثار في نفس الصبي الإشفاق. وضح ذلك. سؤال زي ده تقول لنفسك يعني ايه صور الانتساب للأزهر؟ يعني خيط بيعقد حول معصم الصبي بعد أن سمع القرآن، ويعقد برصاصة يعني تكون بين طرفيه. خلاص ده علامة على انه يعني فيه تمهيد وتوطئة ان يبقى منتسب للأزهر، بس ما فيش قدامه الا ان يمر على الطبيب فيعني يطعمه ضد الجدري ويقدر سنه. طب هو خايف ليه؟ الاشفاق يعني الخوف، خايف ان الطبيب يقول له اقبل يا
يا أعمى، زي ما قال له الشيخ اللي كان بيسمع له، ها، لكن الطبيب لم يكن يدعو أحدا، فالمساعد بتاعه اللي هو اللي بنسميه الممرض، ها، هو اللي بينده، والدكتور بيخط في يده خطوطا اللي هي التطعيم، وبعدين بيقول عنده كام، 15 سنة، لأن كل المتقدمين إلى المتقدم، لأن كل المتقدمين إلى الأزهر كان الأزهر يعني يستوعبهم، فخلاص طه حسين عنده كم سنة حقيقي؟ 13، لكن الطبيب قال إن عنده 15 عاما، فشك في أمانة الإيه؟ الطبيب أيضا، كما شك قبل ذلك في أمانة مين؟ الممتحنين. انتهت أسئلتك؟ طيب عود إلينا مرة أخرى، يعني بعد أن نقطع شوطا مع امتحان السودان، إذا كانت عندك بعض الأمثلة أفدناك يا علا. بصراحة طب هل تركنا لك سؤالا؟ ماشي. لا يعني احنا، انا تركت لك سؤال ولا حاجة؟ يعني انا قلت لك بلاش الإجابة عن السؤال ده؟ لا بس يعني انا جاوبت كل الأسئلة يا علا؟ لا جاوبت كله. طيب الحمد لله. لو ظهر تاني وقفت التاني لو حاجة وقفت معايا. الله ينور عليك، بس هذا وعد. بس انا عايزة اسأل سؤال. تنسيلي سؤال في اي فرع؟ طب ما انا هقول لك على حاجه، شاركي معايا يا ستي. يذكر الصبي انه كان يحب الخروج من الدار اذا وصل الاب الى المنزل ام تناول طعام الغداء ام غربت الشمس؟ غربت الشمس. لماذا؟ عشان هو ما كانش بيحب يطلع غير لما تغرب الشمس. ما انا عارف، هو اشمعنى في الوقت ده بيحبه؟ عشان الشيخ بيجي وبيقعد يقرا لهم كلهم. لا فكري معايا، لأن في الوقت ده هيبدأ يستمع إلى صوت يريح قلبه ويمتع أذنه. استني، صوت مين؟ لازم تبقى عارفاه. مش عالي، حسن الشاعر. ها، مش انت بتسمع حسن أبو علي؟ هيقولك حسن أبو علي، ها، صح ولا لا؟ حسن الشاعر كان ينشد إنشادا شعبيا، ينشد قصة أبي زايد وخليفة ودياب، وهذا يدل على أن طه كان محبا للأدب الشعبي منذ نعومة أظفاره. شوفي صوت حسن الشاعر بريح قلبه وبيمتع سمعه. ما هو ممكن أقول لك هو بيحب يسمع الحسن ليه؟ اصل حسن الشاعر ده صوت سمعه. نعم، يريح قلبه ويمتع سمعه. مش يريح بقى، يريح. يريح يريحه ايه؟ قلبه. طب يريح قلبه بايه؟ بالنغمه العذبه التي لا تكاد تتغير. نغمه حلوه كده، ايه يعني؟ هي النغم. يعني نغمه حلوه على الربابه كده. تمام. وبعدين يمتع الأذن بالنهايات الجميلة التي تصنع ما يشبه السجعة والتصريع. السجعة في الشعر والتصريع فين؟ في السجعة في الناس رأسه، والتصريع في الشعر، صح كده؟ طيب لم يطق سيدنا صبرا على القطيعة فتوسل بكثيرين إلى والد الصبي الذي أمر الأسرة بزيارة أولياء الله الصالحين، ولا ابنه طالب الطب بالسفر إلى القاهرة، ولا ابنه الصبي بالعودة إلى الكتاب؟ طيب الشيخ حسين ليه قال يا طه من الصبح ترجع الكتاب تاني؟ عللي. عشان نجحت الوساطة الاجتماعية، الوسط اللي هو كان قريب منين؟ هو من الشيخ حسين. اللي قال له مين؟ قال له سيدنا. سيدنا قال له يا ريت تتوسط له عند الشيخ حسين عشان يرجع طه الكتاب مرة تانية. وطبعا ما كانش الشيخ حسين يأخر لصاحبه ده طلب. راح مخلص عبد الجواد يجي وراح له سيدنا. ولذلك هو ما كانش عايز ايه؟ ها؟
ما كانش عايز عبد الجواد يدي لمين؟ ما كانش عايز حد بيقارنه بنفسه على اللي هو آه، أستاذ في القرية. ولذلك ازاي علا تطلع من عندي من الدرس، ها؟ لا، وتروح للأستاذ التاني بتاع الجيزة، ها؟ لا، لازم تيجي لنا، ها؟ وتحضر عندي، لا فهمت ما الكلام؟ بروحش، ها؟ ما بروحش. لأن بديك مثال عشان تفهمي يعني، ها؟ شيء بالشيء إيه؟ يذكر. طيب، قولي لي يا علا، علل انقطاع لذة الصبي حين الاستماع إلى أناشيد الشاعر. لأن أخته تفتأتي وتجلبه بشدة إلى المنزل وتضعه على حجر أمه لكي تضع له الدواء الذي يؤذي عينيه. هي ما بتحطوش على حجر أمه، تنيم على فخذ تنيم والدته على الفخذ. وترفعه بين يديها كثمامة كأعواد النبات الخفيفة. وأمه بتعمل إيه بقى؟ والدته تقطر له بسائل مؤذية مؤذن على في الفخذ. عينيه، إلا أن طه كان لم يشكو ولم يتبرم ولم يظهر ضيقا. لماذا؟ علل. ها؟ أقول حتى لا يقال عنه إنه كثير البكاء، مثل أخته، كثير الشكوى، مثل مين يا علا؟ أخته مثل أخته أخته الصغرى. الصغرى. طيب، ليه بدا الصبي غاضبا حانقا على أبيه وسيدنا؟ لأنه من هذا الموقف اكتشف إيه وعيه الموقف؟ لأن إيه الأبي الموقف ده؟ اللي هو لما قال له ترجع الكتاب تاني هو حلف إن هو ما يرجعش الكتاب تاني، بعد كده هو رجعه يعني الكتاب تاني. أبوه حلف إن ما يرجعش كتاب تاني، بس وها هو قد عاد. يبقى ابوه حنس في يمين، يعني رجع في اليمين. طب هو متضايق من سيدنا ليه؟ وسيدنا هو كان بيحلف بالكذب وبيحلف بالطلاق وبأيمانات الله ويعلم انه كاذب، هو عارف ويعلم ان هو انه كاذب. كذاب بس بيحلف. ها؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. طيب، كيف قدر اهل القرية والابوان الفتى الازهري؟ عندما جاء في مولد يوم المولد النبي من الأزهر خدوه باللي هو الحصان، يعني أخذوه الحصان وعملوا له عشاء كبير، واليوم اللي بعده هم انتخبوه هو يعمل خطبة في يعمل خطبة الجمعة في الجامع عندهم. يعني أهل القرية يا علا كانوا ينتظرونه قبل عودته بشهر، وكان إذا عاد طلب منه أن يدرس أن لهم يدرس درسا لهم في التوحيد أو وكانوا الفقه، يعظمونه ويقدرونه وكان لأنه كان رجل يختار الأزهر. خليفة للعلم والعلماء كل عام، وكان أهل القرية يجمعون من بعضهم فيشترون له مركوبا وطربوشا وقفطانا وشالا من البشكير يوضع على كتفه ويركب على فرس ويزف في قريته والقرى المجاورة، إعلاما بأن هذا الفتى هو الخليفة القادم للعلم والعلماء. تمام؟ ماذا وجد الشيخ الفتى في كتاب الحج فيروز؟ أجل رسالة أن ابن خالته عبد العاص سيأتي ليكون له مؤنسا ومجلسا في الأزهر ويوديه الأزهر ويجيبه يعني ويقضي على روحه التي كان يشعرها في الجنة مع أخوه. انت عرفت ان اسمه عبد العال من ايه؟ ما بتفرج على المسلسل. ايه؟ بتفرج على المسلسل وحضرتك قلتها قبل كده. طيب، ربنا يبارك لك يا رب، كويس انك بتتفرج على المسلسل برضه. أنا اتفرجت حلو عليه مرتين. حلو، ان شاء الله ربنا يفرحك يا رب وتبقى طبيبة يا رب ان شاء الله. من موضوع إرادة التغيير للدكتور زكي نجيب محمود، الإرادة نفسها هي العمل. العمل الذي يحقق الهدف ويزيل ما قد يحول دون تحقيقه، شريطة أن يكون الهدف هو هو هدفك هدفك أنت أنت، ولست هدف غيرك. وإلا كنت آلة أنا فخرت مسخرة في يد صاحب الهدف. في يد صاحب الهدف. تمام كده؟ يحول يعني يمنع يربك ولا يمنع يقلق ولا يمنع. طبعا أنت قلتيها، مضاد يزيل. يثبت طب انا هقول لك، يمهد ولا يفرض ولا يبقي؟ يبقي تمام، جمع شريطة. شرائط. تمام، ما العلاقة بين الإرادة والعمل؟ الإرادة هي نفسها العمل، فيمكن أن نقول أن الإرادة تمت بدون عمل، لأن النيل
عندما كان في البحر فهو الآن في الاستنبار. لا لا لا، أنا عايز أقولك على حاجة، أنت كده هتبدأي إيه، تحتي في شمال شوية. أنا بقول الإرادة والعمل متلازمين. فالوالد، استني، فالوالد لا يكون والدا إلا بغير إذن، واليمين لا يكون يمينا إلا بغير إذن. لا بغير اليسار. أيوة ما قلت يسار. بغير اليسار. بغير إذن. والبعيد لا يكون بعيدا بغير القريب. بغير القريب. ها، والأعلى لا يكون أعلى بغير الأسفل. بغير الأدنى. الأدنى. متى تصبح علا آلة مسخرة في يد عندما صاحب يكون الهدف؟ هدفه ليس هدفه وإنما هدف صاحب العمل. تمام. القدس سهل، وهكذا طهر صلاح الدين القدس وجعل كلمة الله هي العليا، فإن المدينة عادت للسيادة الإسلامية في العام 44 بعد 102، لتنعم بالسلام والأمان، وينعم أهلها وزوارها بالأمن وحرية العبادة، وانتعشت التجارة والأحوال الاقتصادية. تنعم معناها تستكثر ولا تستمتع ولا تستلقي؟ مضاد انتعشت، خضعت ولا وصلت ولا كسدت؟ جمع العليا، العلياات. أحسنتي. يعد صلاح الدين حلقة مهمة في تاريخ مدينة القدس، وضح ذلك في ضوء فهمك للفقرة. هو الذي حرر القدس من دنس الصليبيين، دنس. من دنس الصليبيين، نعم. وله في ذلك نظرة حربية. لأن أقولها دي ما أقولهاش قولي. ها. ماشي. لأن قدر صلاح الدين إلى عكا أولا ليستولي على المدن الصليبية الساحلية ويحرم من الصليبيين من قواعدهم البحرية التي تربطهم بالغرب الأوروبي، وليستولي على سوق السلاح آمنا وسهلا. صلاح الدين حطم القوى النفسية والعسكرية للصليبيين، صح؟ طيب، عمر بن الخطاب له مواقف دلت على بعد نظر الحاكم لأنه لم واستشرافه يصلي فيها للمستقبل. الكنيسة، لأنه قال أسماها الكنيسة ولا الكنيسة؟ الكنيسة الكنيسة. الكنيسة يعني احنا نقول الكنيسة نورت ولا الكنيسة نورت؟ الكنيسة نورت. مش انت من الجيزة؟ ها؟ طب ما هو لها اتصال الجيزة بإيه؟ بإمبابة آه مثلا من الهرم. طب بس هي موجودة عندكم في الجيزة، صح؟ طيب أنت من الهرم ولا الهرم منك؟ ها؟ أنا من الهرم. إن شاء الله. ولا الهرم؟ لا إيه الفرق بين الهرم والهرم؟ الهرم اللي هو حد عبوس، لكن الهرم اللي هو الهرم. اللي هو طبعا حضارة المصريين القديم. حضرتك. القدس مدينة عربية لحما ودما. لأن الذي بناها هم العرب الكنعانيون منذ الألف الرابع من الميلاد، وهم في الأصل أهل الألف الميلاد. الرابع من الميلاد ولا قبل قبل الميلاد يا الميلاد. علا؟ ألف الرابع قبل الميلاد. جم منين العرب الكنعانيون دول؟ من شبه جزيرة سيناء، الجزيرة العربية. سيناء مين؟ شبه جزيرة العرب. ما احنا عايزين نصحى بقى، ولا انت صايمة؟ ها؟ لا اتفضل. ما عندي فترة الوقت، لكن هنصوم بكرة إن شاء الله. طب اتفرع العرب هؤلاء إلى فروع، هذه الى الفروع عمريين تتمثل في، ويوبوسيين. اقولها قولي. الى عمريين ويوبوسيين واراميين وفينيقيين. العموريون والآراميون واليابوسيون والفينيقيون. القدس لها أسماء كتيرة قوي، منها إيلياء مدينة السلام ومدينة العدل ويبوب بإلياء. تمام. يعني إيه بنقول إن كنعان في اللغة بتعني إيه؟ خصومة الأرض، وهذا يعني وهذا دليل على صدق أهل كنعان. تمام. أنت هتجيب النهائية إن شاء الله في القراءة إن شاء شكرا. الله. موقف تلاميذ البارودي من مشكلات المجتمع. أنا مش مذاكرة للأدب. طب ثواني، مشكلات المجتمع عملوا إيه؟ ها؟ هم عملوا الجامعة العربية. عالجوا مشكلات أيوة المجتمع. أيوة خلاص افتكرتهم. عالجوا مشكلات مجتمعهم وما يتصل بالشؤون الخارجية للعالم الإسلامي.
خلاص خدت الدرجة كده، أنا فكرتك بسرعة أهو يا علا، فكرتك. عايز أول كلمة أو لا بس مش عشان كده تبقى حافظة، الأدب لا يحفظ. أقولها محفوظة ولا لا أنا ما بحبش الحفظ، أنا بحب أفهم الناس دول عملوا إيه مع مشكلات المجتمع، عالجوا مشكلات يعني المجتمع إيه عالجوها، اتكلموا عنها وعبروا وما عنها يتصل وما بالشؤون يتصل الخارجية لعالم بالشؤون الإسلام. الخارجية في العالم. ما تسمعيش بقى، أنا بقول لك لما أقول لك إيه موقفهم من القضايا بتاع العصر، عبروا عن روح العصر، أقول عبروا عن روح العصر، ها فكريا واجتماعيا وأخلاقيا وثقافيا، ماشي كل حاجة لها حاجة. الأدب علم وليس حفظ، والعلم يفهم. أوعى تسمعي كلام حد يقول لك الأدب بتحفظ، أنا عايز ملمحين يعني مظهرين من ملامح التجديد في شكل القصيدة عند مدرسة أبول. البيت الشعري الفاطر الشعري وليس البيت الشعري، ما كنت فاكراها. ما انا هقول لك على حاجه. بص يا ستي، انت ما تيجي تذاكر حاجه زي كده يا علا، تقولي ايه مدرسه ابولو دي جددت في شكل اللي هي القصيده. الميل الى تحرير القصيده من وحده القافيه وكده، ايوه والميل الى الموسيقى الهادئه على الصاخبه، ايوه وتقسيم القصيده الى عده مقاطع، واستخدام الشعر المرسل الذي لا يلتزم بقافيه واحده، التزامه بالوحده الفنيه. بص انت جبت خمسة، هو عايز منك اتنين، جبت خمس بالراحة اهو، انا بتناقش معاك بالراحة، رحت جايبة كل حاجة. اصل انا بكتبهم الاول عشان اعرف اسمع. انا مش عايز اسمع كده، مش هتتفوق في الجامعة ما هو ده، هو ده بس اللي بحفظه يعني، هم مش عارفه افهمه. عشان انت ما خدتيش على انه يتفهم. طب بص كده يا علا، مش انت معاك ورقة وقلم؟ طيب انا عندي السؤال بيقول لي ايه، ملمحين من ملامح التجديد في شكل القصيدة عند مدرسة أبول، هروح أنا عامل إيه؟ أقول أول حاجة القافية، اتنين الموسيقى، تلاتة التأثر الشعري، أربعة التحرر الشعري، خمسة الوحدة الفنية. أنا كتبت 5 كلمات صح؟ اسمها أنماط، يعني إيه؟ معينات للذاكرة يا علا، يعني أنا أفتكر الإجابة بكلمة قافية وموسيقى وتأثر شعري وتحرر شعري ووحدة فنية. همسك القافية أقول عددوا القوافي ونوعوا عدد التفاعيل في الشطر الواحد، همسك الموسيقى زي ما قلتي هادئة وليست صاخبة بالاعتماد على البحور القصيرة والمجزوء، بحور قصيرة يعني ايه؟ يعني البحر مش طويل، ها فيه التفعيلات بتاعته بسيطة، هي أجزاء الوزن يعني أو الأجزاء المكونة لكل شطر من الشطرين، والمجزوءة يعني إن بيجيب لي نص بيت، ولذلك ده هيشكل لي تحت بعضه ايه مقاطع. التأثر الشعري تأثروا بمين؟ بالموشحات الأندلسية. طب ايه النتيجة؟ ممكن يسألني يقول لي ايه نتيجة تأثرهم بالموشحات الأندلسية؟ أقول إن هم قسموا القصيدة إلى مقاطع متعددة القوافي والأوزان. طيب التحرر الشعري هنقول لأن هم اتحرروا من قيد الوزن والقافية فجابوا الشعر المرسل اللي بتتغير فيه القافية. والوحدة الفنية أقول بوحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي. بقت العملية سهلة، أنا بجيب مفاتيح اللي تجيب بسميها ذاكر في العلم معينات ذاكر. زي ما اقول لك ايه اللي خلى شوقي يجدد القصيده العربيه، تيجي تقولي ايه؟ ده شوقي ده اطلع صح، وما اطلع، ها اطلع يعني ايه، ولما اطلع ها درس، ها ولما درس شاهد، ولما شاهد ها تثقف، ولما تثقف تأثر. يعني أنا بجيب كلمات. طب هاجي عند شوقي في عوامل تجديده للقصيدة العربية، بقول
ان هو اطلع على ايه؟ على النماذج الادبيه الرائعه لادباء فرنسا زي فيكتور هوجو ودي موسيه. طيب شاهد ايه؟ شاهد شاهد مسارح المسرح العربي، فرنسا. طب درس ايه؟ درس الحقوق. درس الحقوق، طب هو واحترم تثقف بايه؟ الأجانب، بالثقافه العربيه والتركيه والاوروبيه. طب هو ومعرف، تاثر بمين؟ بالنقاد والجمهور والحركه الوطنيه. كده الادب يبقى وقرأت حلو المترجمات. يا علا، الادب يبقى حلو بالنسبه لي، بتفهم. زي في ناس بيخشوا قسم تاريخ في الكليه وبيتفوقوا جدا، لان بيتحول من وجهه نظرهم الى علم، والتاريخ علم مش حفظ. لا، هو احفظ انا انا. اصلا في طبيعتي بحب افهم وبحب احفظ، بس عشان لقيت الادب يعني مش عارفه احل فيه لا فبضطر لا لا اوقف. لا، عشان ما حدش فهمك وعرفك ان الادب ممكن يتفهم. بس انا ولذلك بحب النحو عشان كده بحب افهم، لكن ما بحبش الادب. لا، ما انا اكره كلمة ما بحبش الادب دي. لا، الادب يحب لانه علم، والعلم يفهم كما ان النحو علم. بس انت ما لقيتيش اللي ايه اللي يدوب لك السكر في الكوباية. كوباية فيها سكر، بس معلش بالتعبير بقول عليها مرة. ليه؟ عشان انا مش مدوبه، واللي بيدوب الحاجة دي اسمه الميسر. من الميسر بقى المدرس. لكن انت لا بتروحي مدرسة ولا بتروحي درس ولا عايزة تسمعي الإذاعة التعليمية. انت المفروض تقول ايه يا استاذ؟ انا عايز افهم الكلام ده. افهمه ازاي؟ مش حقك، كتير مش كمل. حقك. ما هو كل الواحد مدرسين كتير جمهورية مصر العربية إلا من رحم ربي يقول لك إيه؟ ها، احفظها كده. الأدب، احفظها زي كده. عشان هو كان بيحفظها كده، وعشان هو ما كانش بيفهمها كده، وعشان هو مش فاهم حاجة. صح. بس قلت إلا من رحم ربي، عشان في ناس كويسة برضو أساتذتنا، ولولا أساتذتنا ما كناش هنتعلم. أمال إحنا اتعلمنا منين؟ من الأساتذة العظماء. صح ولا لأ؟ بس أغلبهم يقول لك احفظها كده. ايه احفظها كده؟ هو مخ ده، مخ ده، ولا مش المخ ده صندوق؟ وانا لما يكون عندي دولاب في البيت وحاطط هدومي فيه بعشوائية، هعرف اجيب الحاجة اللي انا عايزها؟ لا، هنزلهم بقى ايه على الارض واحد واحد كده، وايه واقعد الايه. ولذلك ساعة ما اجي استدعي المعلومة في الامتحان الاقي نفسي ضائع، يا علم مش عارف اركب وخربط وادخل من هنا على هنا. ولذلك وانا بصحح اقول لك البنت دي مش فاهمه او الراجل ده مش فاهم. لكن اللي منظم الدولاب بتاعه صح، عايز يشد حاجه معينه، تيشيرت ولا بنطلون ولا قميص ولا ايا كان، ها خلاص انا هعرف اجيبه. صح، عشان انا مذاكر صح. لان انا لو مذاكر صح هعرف ان هما ها كم نقطه، والنقطه الاولانيه بتسلم للتانيه، والتانيه بتسلم للتالته كده. صح ولا لا؟ تحدث بإيجاز عن الأحداث واللغة في الرواية. طب هي طويلة ليه؟ مع الرواية أصلا طويلة، عشان إيه؟ عشان الرواية طويلة. ما عشان الأشخاص كتيرة، وطالما الأشخاص كتيرة هتعمل أحداث إيه؟ كتير. الأحداث كتير. طب اللغة في الرواية يا ترى لغة إطناب وإسهاب ولا إيجاز واختصار؟ لا، اطلب اسهاب. طيب اللغة، عكس بقى اللي في القصة. تمام، اللغة في الرواية بتتميز بأنها إسهاب وتطويل. حللي لي ليه؟ عشان الرواية تتميز بها، ها؟ عشان بس أنا مش سامعك. عشان الرواية طويلة، فلازم تكوني يعني اللغة اللي فيها كتيرة زي اطلب اسهاب، بس لأن هقول احنا لك لو على جينا حاجة. نحذف جملة طب من الجمل مش هتأثر المعنى. انت بتجاوب بفهمك كده وكلامك حلو، بس اديك نص الدرجه. لكن انا عايز ايه كلام بقى العلم الموجود عندك في الكتاب. تقولي عشان الكاتب في الروايه بيركز يا اما على شخصيه او منظر او شيء من الاشياء، ها، بيتكلم عن كل الجوانب المتصله بهذه الاشياء، سواء كان الشيء ده ها شخصيه ولا منظر من المناظر ولا شيء من الأشياء، بلغة تصل إلى حد الإملال. عند مين؟ عند اللي بيقرأ الرواية.
ولذلك حذف بعض المشاهد أو بعض المقاطع الحوارية لا يؤدي إلى خلل في البناء الفني للرواية، على عكس القصة القصيرة كما يقول الكاتب الأمريكي إدجر آلين يور. مارهوف، انت دخلت في الريحان البيروني. إدجار آلين يور. إدجار آلين يور. بو ولا يو؟ أي حاجة. طيب ماشي، بيقول لك حذف كلمة أو جملة أو عبارة لا يؤثر في المعنى. يؤثر ولا لا يؤثر؟ لا يؤثر، يؤثر لو كانت قصة قصيرة. يا شيخ استني، احنا في القصة القصيرة، يبقى بيأثر ولا ما بيأثرش؟ بيأثر. شوف لما اعتمدت على فهمك قلت الجملة الصحيحة بقى، أو قلت المعنى الصحيح أو الإجابة الصحيحة. صح كده؟ إيه الغاية الفنية للقصة القصيرة؟ أنا عارف إن أنت هتسمعي بس فهميني. توصيل رسالة للقارئ أو للمستمع تهدف إلى تعليمه. أيوه. أنا ساعات أكلمك يا علا أقول لك إيه؟ حاجة معينة. تقولي لي يعني إيه يا مستر؟ أقول لك يعني كذا كذا، وصلت؟ تقول آه وصلت، تقولي وصلت، ها؟ أهو عايز الكاتب بتاع القصة القصيرة عايز إيه؟ يوصل لي رسالة. فكرة أو مغزى أو انطباع. يا إبراهيم يا أصلان عايز تقول لنا إيه من الكنيسة نورت؟ يوصل رسالة القارئ إلى التوحيد بين عنصري وأمة. الله ينور عليك. حلو كده؟ قال الشاعر يوسف خليف: خطر النيل في مواكبه الخضر عليه من الجلال رداء، ملك عاصر الزمان من المهد ففيه من الزمان البقاء، وحكيم قد علمته الليالي فلسفات لم يدرها الحكماء. طبعا لما يقول لك امتزجت عاطفة الشاعر بأفكاره فأبدع وظهر أثر ذلك على ألفاظه، أعمل إيه يا علا؟ هنقول حيث امتزج الفكر الشعر بوجدان، وبعد كده هنشرح الأبيات ونقول. استني، امتزج يعني ايه؟ اختلط. مين اللي بيمتزج؟ الشعر والوجدان. هو السؤال كان ايه؟ امتزجت عاطفة الشاعر بأفكاره. هنقول حيث امتزجت عاطفة الشعر. استني، حيث مين؟ أنا لازم أقول العاطفة الأول. أقول الأبيات تتحدث. تتحدث عن حب النيل. الله ينور عليك، أنا عاطفة حب النيل. اه خدت بالك؟ وهذه العاطفة قد أثرت في الأفكار حيث وشرح الأبيات. وبعدين في الآخر بقى بعد ما شرحت الأبيات قلت إيه؟ ها؟ وبذلك امتزج الفكر بالوجدان، ها؟ وتحققت الوحدة. وتحققت الوحدة الفنية حيث أن الموضوع يتحدث. ما أقولش حيث أن بقى كده عشان ممكن يجيب لك يقول لك إيه حيث أن وصوب الخطأ. أنت غلطتي. أول حيث إن لأن إن بتتكسر بعد حيث وبعد إذ الظرفية. هيتعلمي معاي ماشي. وبذلك امتزج فكر الشاعر بوجدانه وتحققت الوحدة العضوية. فالشاعر الحق هو من يفكر بقلبه ويشعر بعقله. بعد كده نجيب اللفظين ثلاثة يعبروا عن الألفاظ. لو قال لك وظهر أثر ذلك على الألفاظ، وهو قال فعلا. بس لو هو سأل ولو جبتها يبقى خير وبركة. طب هو بيحب النيل؟ بيحب. ساعة ما قال ايه؟ الخضر، وساعة ما قال الجلال، وقال ملك، وقال البقاء، وقال الحكماء كده يعني. طب ها استخرج من البيت الثالث صورة خيالية. هقولك البيت الثالث: وحكيم قد علمته الليالي فلسفات. وحكيم قد علمته الليالي، يبقى شاب الليالي مدرس. لما اقول معلم، ها؟ صح؟
بأستاذ علمته مين؟ ليالي. والله يعوض على الأيام وعلى إيه؟ على الليالي. وعلى الليالي. بس أنا ممكن أقول استعارة مكنية جوه الليالي. اسمها مكنية بعد إذنك، مكنية دي جايباها منين؟ مكنية. مكنية. استعارة مكنية حيث تعمل الليالي بمدرس تعلم. ما تقولي يعني معلم. بالمعلم. أصلا مش كل المدرسين بيعلم، لكن المعلم المعلم لابد أن يعلم، صح؟ لكن في أستاذ بيردح للصبح وما بفهمش منه حاجة، صح؟ صح. طيب، هات من الأبيات أسلوبا مؤكدا وحكيم قد علمته الليالي. أسلوب مؤكد بقصد. تمام. أما يقول لك إيه نصيب الوحدة الفنية في الأبيات؟ تحققت الوحدة الفنية حيث أن الشاعر حيث أن برضه حيث أن الشاعر يتحدث عن موضوع واحد وهو حب النيل وعاطفة وحدة العاطفة حيث أنها عن حب النيل. طب ما أنا أقول لك، هو الفكر بالعاطفة الموضوع الواحد اللي هو عظمة النيل، والعاطفة الواحدة اللي هي حب النيل. في عنصر ثالث بقى، وجاءت الأفكار مترابطة، يبقى وحدة الموضوع، وحدة الجو النفسي، وترابط الأفكار، صح كده؟ عالج الإسلام الفقر علاج من يعلم أنه أصل كل داء ومصدر كل شر، وقد أوشك هذا العلاج أن يكون بعد توحيد الله أرفع أركان الإسلام شأنا وأكثر أوامره ذكرا وأوفر مقاصده عناية. ولو ذهبت تتقصى ما نزل من الآيات وورد من الأحاديث في الصدقات والبر لحسبت أن رسالة الإسلام لم يبعث بها الله محمدا آخر الدهر إلا لينقذ الإنسانية من غوائل الفقر وجرائر الجوع. غوائل الخيانة والخداع، ولا الشر والفساد، ولا اللؤم والخبث؟ فساد. تمام. مفرد جرائر؟ جريرة. جريرة. علاقة جملة لينقذ الإنسانية بما قبلها تعليل تفصيل نتيجة. لينقذ تعليل. عشان ينقذ يبقى تعليل. تعليل. كيف عالج الإسلام الفقر كما فهمت من خلال الفقرة السابقة؟ يبقى هشرح الفقر. يمثل هذا المقال اتجاه المحافظين في النسر. وضح ذلك. هذا الاتجاه يحافظ على سلامة الأداء اللغوي وقوته، و يتأثر بأساليب القدماء ويحيي التراث، صح كده؟ ويتغنى بالماضي. تغنوا تحدثوا بالماضي وتغنوا به، تأثر بأساليب القدماء، إحياء التراث. عارفة إن مذهب أحمد حسن الزيات قايم على دعامتين؟ الفكر من آثار العودة إلى آثار الفكر الغربي والتأثر بأساليب القدماء. التأثر بإيه؟ التأثر بأساليب القدماء بأساليب القدماء. يعني عايز أقول الإفادة. الإفادة. الإفادة من الفكر الغربي. والتأثر بأساليب القدماء. طب أنا عايز تشبيه، لو قالك مثلا جرائر الفقر، ها؟ ماشي، هنقول تشبيه بليغ حيث شبه غوائل الفقر وجرائر الجوع. شبه الجوع بالجرائم. تشبيه بليغ. يعني هو بيقولك إيه يا ستي؟ غوائل الفقر يبقى شبه الفقر بالغوائل، وجرائر الجوع يبقى شبه الجوع بالجرائر. طب لو قال لك عالج الإسلام الفقر علاج من يعلم أنه أصل كل داء، هنا تشبيه؟ شبه علاج الإسلام للفقر بعلاج من يعلم أن الفقر أصل كل داء. طب في أي صورة جاء هذا التشبيه؟ هو تشبيه بليغ. لا، في أي صورة؟ جه في صورة المفعول المطلق اللي هو عالج علاج، زي ما أقول لك تفوق خالد تفوق العباقرة. طب خصائص أسلوب الكاتب من حيث الفكر والألفاظ، طبعا الفكر مترابطة والألفاظ سهلة واضحة، صح كده؟ يا
علا يعني عايز منك كده ان انت تنصتينا معنا بعد ان نخرج الى فاصل قصير ثم نعود، فانتظرينا ولينتظرنا ابناؤنا الطلاب ايضا الى فاصل قصير ثم نعود. عودة مجددة بعد الفاصل، ونجدد التحية بأبنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانوية العامة، ونجدد التهنئة أيضا بحلول شهر رمضان المعظم أعاده الله على شعب مصر والشعوب العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير واليمن والبركات. أجب عن سؤال واحد فقط من السؤالين الآتيين من نص غربة وحنين لأحمد شوقي: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، وهفى بالفؤاد في سلسبيل ظمأ للسواد من عين شمسي، شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسي. طبعا المراد بالخلد الجنة، الخلد البقاء والدوام، والمراد الجنة. مضاد نازعتني، نهتني، لأن نازعتني معناها اشتاقت، نازعتني إليه في الخلد نفسي، أسلوب قصر بتقديم الجار والمجرور إليه في الخلد على الفاعل نفسي. الأبيات تعكس حبا جارفا للوطن لا مثيل له. نقوم بشرح الأبيات الثلاثة. استخرج من البيت الثالث صورة بيانية ونوعها وقيمتها الفنية. لم يغب عن جفوني شخصه استعارة مكنية، سر جمالها التشخيص، توحي بشدة الشوق والحنين إلى الوطن وحب الوطن وقوة الارتباط به. مجازا مرسلا واذكر علاقته من البيت الثالث أيضا. جفوني مجاز مرسل عن العيون علاقته الجزئية. اثنتين من سمات بناء القصيدة عند شوقي، من سمات بناء القصيدة عند شوقي الحفاظ على الوزن والقافية وتعدد الأغراض في القصيدة والاستشهاد بالحكم والإتيان بها كالقدماء. يا صخرة وهنات رياح الدهر وهي الدهرة لم تهني. طبعا جمع الصفق صفوق أصفاق، ومفرد العشبة العشبة، ووهنت المضاد قويت. امتزجت عاطفة الشاعر بأفكاره في المقطع السابق، وضح ذلك. نجيب عن هذا السؤال كإجابتنا عن سؤال امتزاج الفكر بالوجدان في البلاغة. استعارة تصريحية نريدها من هذا المقطع: اللحن والصفق والشد والصخرة. فالصخرة مثلا شبه الوطن بالصخرة، حذف المشبه وأتى بالمشبه به. إذن فنحن أمام استعارة تصريحية، سر جمالها التجسيم. المحسن البديع بين وهنت ولم تهن، طباق سلبي يبرز المعنى ويوضحه. وضح مدى تحقق الوحدة الفنية في النص بوحدة الموضوع ووحدة الجو النفسي وترابط الأفكار. سؤال النحو: الصداقة لها مفهومها الخاص. كلمة الخاص نعت مرفوع للمبتدأ المؤخر، وهو كلمة مفهومها نعت مرفوع وعلامة الرافع الضمة. ونعم الصديق الأوفى عهدا، نكرة منصوبة بعد وزن أفعل أو الأفعال تعرب تمييزا منصوبا. فنحن البشر قد خلقنا الله معا. البشر ده الاسم المختص في أسلوب الاختصاص، يعرب مفعولا به لفعل محذوف تقديره أخص، وعلامة النصب الفتحة. معا إعرابها إعراب ثابت، وهي حال منصوب علامة النصب الفتحة.
استخرج من الفقرة ما يلي: اسم فاعل عاملا وأعرب معموله. اسم الفعل العامل في قوله: فهي حامية أصحابها. اسم الفعل العامل حامية، والمعمول هو أصحابها وإعرابه. مفعول به منصوب لاسم الفاعل، وعلامة النصب الفتحة، وها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. المخصوص بالمدح في قوله: نعم الصديق الأوفى عهدا لإخوانه. المخصوص بالمدح هو كلمة الأوفى، وإعرابه مبتدأ مؤخر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. الأوفى منع من ظهورها التعذر في النطق. مستثنى في قوله: ولا يخرج عن روح الألفة إلا الجاحد لها. كلمة الجاحد تعرب: لا يخرج عن روح الألفة إلا الجاحد، فاعلا مرفوعا. لنا فيها للجنس وأعرب اسمها. طبعا ما ينفعش بأي حال من الأحوال أقول يخرج في قوله لا يخرج عن روح، لكن اسم للنافية للجنس صديق في قوله لا صديق يخون. صديق اسم للنافية للجنس مبني في محل نصب لأنه مفرد. أعزائي طلاب الثانوية العامة، إلى هنا تنتهي هذه الفترة المفتوحة، على أمل اللقاء بكم في الأحد القادم في 10:10 مساء. لا نقول وداعا بل إلى لقاء، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.